متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من ملفات وقضايا الاجرام. اولا كنشكروا الناس اللي كيتفاعلوا معنا على القناه وكيسولونا على الغيبه ديالنا. احنا رجعنا لكم بحلقه جديده ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، وما نطولوش عليكم وندخلوا معكم في سرد قصه اليوم. قصه اليوم وقعت سنه 2005 بمدينه فاس. واحد الصباح، هذيك السبعة ديال الصباح، واحد العمال ديال النظافه كانوا كيشطبوا واحد الزناقي بمدينه فاس، وهما يكتشفوا واحد بلاستيكات كبارين خناشي ديال الميكا، شي ربعه ديال الخناشي. فاش بداو كيحركوهم بانت ليهم بانه ما فيهمش حشاكم الزبل، وانما فيهم جثه ديال الانسان مقطعه. ديك الجثه مقطعه وكل بارتيا دايرينها في ميكا وحازمينها مزيان وحاطينها حدا واحد البلاصه فين كيتجمع الزبل. هاد العمال ديال النظافه خبروا رجال ديال الامن الوطني. رجال الامن الوطني تفاعلوا مع هاد الاخباريه هادي والتحقوا على وجه السرعه للبلاصه اللي نحتو لهم هاد العمال ديال النظافه. وصلوا، السلام عليكم. السلام، قالوا لهم شنو كاين هنايا؟ قالوا مودي حنا كنا كنشطبوا الصباح كيف العاده، اكتشفنا ان واحد ربعه ديال البلاستيك ديال الميكا سحبنا فيهم في الاول فيهم النفايات، ولكن فاش قلبناهم لقينا ما كاينش النفايات، كاينه جثه ديال الانسان مقطعه. رجال ديال الامن الوطني خبروا النيابه العامه، السلطات المحليه، جاء ولي الامن بيديه حتى هو تما باش يعين هذه الجريمه، لان جريمه ديال جريمه شنعاء، لان جثه ديال الانسان مقطعه. رجال الامن الوطني فاش كانوا كيديروا المعاينه ديالهم ديال الجثه، لقاو جثه ديال واحد تكون في العمر ديالو داك 50 سنه، كانت مقطعه، كل بارتيه كما قلنا كاينه في جهه. الشخص كانت كتبان عليه بانه يكون في العمر ديالو داك 50 سنه، ديرو 50 سنه، كان عريان بصفه نهائيه، ما لبس حتى شي حاجه، ما معاه لا وثائق لا والو. رجال الامن هزوا داك الجثه، داوها لمستودع الاموات باش يديروا تحليل للبصمات باش يعرفوا شكون هو مول داك الجثه، واش هو من مدينه فاس او مدينه اخرى او كذا او كذا. رجال الامن الوطني بعد تسريع ديال وتيره البحث غيتوصلوا بتقرير ديال التشريح الطبي. التقرير ديال التشريح الطبي كيقول له مودي، الطبيب ديال اللي مكلف بالتشريح الطبي قال له مودي جثه ما تعرضتش لشي تسمم او شي حاجه اخرى عاد تقطعات، وانما جثه كانت طعنات على مستوى القلب والعنق هي اللي تسبات في الوفاه، ومن بعد تقطعات الجثه ودارت في الخناشي ديال البلاستيك. وزادهم بان جثه مولاها يكون في العمر ديالو داك 65 سنه، وزاد اكدهم بانه هاد السيد هذا كيسكن بمدينه ازرو في الحي الفلاني. رجال الامن الوطني لقاو واحد المسلك من يدخلوا، لانهم عطاهم العنوان ديالو، غادي يتفرقوا على جوج ديال الفرق. الفرقه الاولى غتكلف باش يعرفوا داك البلاستيكات اللي لقاو فيهم الجثه ديالاش، ويقلبوا تما في دوك الحومات شكون كان عنده هاد السيد او عند من جا، لان داك البلاستيكات فاش لقاو الجثه ماشي بلاستيكات عاديين بحال اللي كنلقاو حنا في السوق او كنشريوهم من المارشي او كذا، وانما بلاستيكات غرابين. والفرقه الثانيه غادي تنتقل لمدينه ازرو. فاش انتقلوا المحققين لمدينه ازرو للعنوان اللي نطقات به البصمات ديال الجثه، دقوا في داك العنوان، خرجوا عندهم شي شباب سولهم واش هنا ساكن الحاج فلان، كان الاسم ديالو احمد وساكن هنا الحاج احمد، قالوا ميه هنا ساكن حنا ولادو، شنو حب الخاطر؟ قالوا حنا عناصر امنيه، قدموا نفسهم. قالوا مودي جينا نسولوا عليه فين هو؟ قالوا ما سيدي الاب ديالنا راه مشى شي يومين لفاس، مشى عند شي صاحبو وراه مازال ما جاش. رجال الامن سولهم قالوا لهم هاد صاحبو هذا كتعرفوه فين ساكن؟ قال لهم لا سيدي ما تنعرفوش فين ساكن. رجال الامن جاتهم قضيه غريبه، كيفاش الاب ديالهم غادي عند واحد صاحبو وهما ما عارفينش هاد صاحبو هذا شكون هو او مين كيجيه او مين كيعرفوه؟ سولهم مره اخرى، قالوا لهم نتوما ما اتصلتوش بالاب ديالكم سولتو فيه؟ قالوا لا سيدي ما اتصلنا ما والو، لان الاب ديالنا ما عندوش التليفون وما اتصلنا شي به، وماشي اول مره غيمشي لفاس عند هاد صاحبو، راه كيمشي بزاف د المرات و تيجي. سولهم قالوا لهم رجال الامن واش هاد الاب ديالكم ما كيعاودلكمش على هاد صاحبو، ما كيقولكمش فين ساكن؟ قالوا لا سيدي الاب ديالنا ما عندنا حد قدو في الهضره، ما كنطاولوش عليه بزاف وما كيعاود ليناش بزاف، كاين داك الهامش ديال الاحترام بيننا وبينه، ما كيعاود ليناش الخصوصيات ديالو.
سولهم قالوا لهم واش الاب ديالكم عنده شي سياره، مشى فشي سياره او مشى على، قالوا لهم لا سيدي كيشد الكار من هنا من ازرو كيهبط لفاس. هنا العناصر الامنيه غادي يخبروا ابناء ديالو بان الاب ديالهم لقاوه مقتول بمدينه فاس. راكم عارفين ردات الفعل ديال الابناء وديال الزوجه ديالو. واحد من الابناء ديالو قال لهم ودي راه الاب ديالنا ما كانش كيبوح لينا بالاسرى ديالو، وانما كان كيهضر مع العم ديالنا اللي هو اخوه كيعاود ليه تقدر يفيدكم شي حاجه في التحقيق ديال الوفاه ديال الاب ديالنا. انتقلوا العناصر الامنيه لعند الاخ ديال الضحيه، سولوه قالوا له ودي الاخ ديالك راه لقيناه مقتول مدينه فاس، والابناء ديال خوك قالوا لنا بان كان كيعاود ليك، تقدر تقول لنا عند من كان كيمشي لفاس؟ واش كتعرف داك صاحبو اللي كيمشي عنده لفاس؟ قالوا لهم لا سيدي ما كنعرفش داك صاحبو، كيقول لي كنمشي عند شي صاحبي لفاس ولكن ما كنعرفش. وهاد المره هادي راه قال لي غادي يمشي لفاس عند شي صاحبي نزورو، وما قال ليش فين ساكن او العنوان ديالو، وقال لي راه غندوز عند الاخت ديالي. قالوا له واش الاخت ديالكم ساكنه فاس؟ قالوا لي يا سيدي ساكنه في فاس في البلاصه الفلانيه. هنا غادي يرجعوا المحققين لمدينه فاس وغادي يوريو الجثه ديال هاد السيد هذا الابناء ديالو، ما غيوريهمش الجثه مقطعه وانما غيوريو الوجه ديالها. قالوا له واش هذا الاب ديالكم؟ قالوا لي هذا الاب ديالنا. هنا المحققين غادي ينتقلوا لعند الاخت ديال هاد السيد هذا اللي لقاوه مقطع العنوان اللي عطاهم الاخ ديالها، غادي يلقاو بان داك السيده اللي هي اختو ما ساكناش في نفس الحي اللي لقاو فيه الجثه مقطعه، ساكنه في واحد الحي بعيد. سولوها قالوا لها واش الاخ ديالك جا عندك؟ قالت لهم يا سيدي راه جا عندي، راه جا عندي نهار الفلاني، وقال لي ودي راه غادي نمشي عند واحد صاحبي قص غدا معايا، جا ديك شي ساعه كاع ساعتين قص معايا تغدا، وقال لي غنمشي عند واحد صاحبي من تما ما شفتوش. هنا حتى التصريحات ديال الاخت ديالو ما فاتتش شي حاجه في التحقيق، قالت لهم بانه راه جا عندي تغدا معايا، مشى ما قالليش فين غادي، قال لي غنمشي عند واحد صاحبي. المحققين مشاو عند الفرقه الثانيه اللي بقات كتحقق بمدينه فاس في هذه القضيه هذه، تما غادي تعرفوا بان داك الخناشي ديال الميكا اللي لقاو فيهم الجثه هما ماشي خناشي عاديين كما قلنا في الاول، وانما خناشي ديال الثلاجات ديال داك اللي كيدير فيهم الثلاجات وكيدير فيهم ماكينه الصابون. هنا المحققين غادي ينتقلوا للمكان اللي لقاو فيه داك الجثه مقطعه، وغادي يقلبوا على المحلات اللي كيبيعوا داك الثلاجات وماكينه الصابون. فاش انتقلوا العناصر الامنيه لهذا الحي هذا اللي لقاو فيه الجثه، لقاو كاينين جوج ديال المحلات اللي كيبيعوا هذه الاليات المنزليه مثل الثلاجه وماكينه الصابون وما شابه ذلك. دخلوا كيسولوا داك صاحب المحلات، قالوا لهم هاد الخناشي ديال ميكا بحال هادو ليش تيصلحوا؟ سولوا جاوبهم داك صاحب المحلات، قال لهم ودي هاد الميكات هادو هما ديال ماكينه الصابون بالضبط، كيكونوا على ماكينه الصابون. رجال الامن سولهم قالوا لهم واش هاد الميكات هادو فاش كتبيعوا شي ماكينه او شي ثلاجه او شي حاجه واش كتحيدوا لهم هاد الميكات هادو؟ قال لهم لا سيدي فاش كنبيعوا شي حاجه كنمشي بلومبالاج ديالها كامل، كتمشي بالكارطون بالميكا باي حاجه كيديها الكليان بكل شيء ديالها. بداو كيديروا المعاينه ديالهم داخل داك المحل، تلقاو داك الالات اللي تما كلهم بلومبالاج ديالهم، كلشي بلومبالاج ديالهم، ما ناقصها حتى شي ميكا من تمايا. اذا ما كاينش شي حاجه اللي كتفيد التحقيق. داز شي 4 ايام على الاكتشاف ديال هاد الجثه هادي، غيتوصلوا رجال الامن واحد الاخباريه مع عند الابناء ديال الضحيه بان واحد الصديق ديال الضحيه حاج جمال الحج كان عارفو عند من كيمشي لمدينه فاس. العناصر الامنيه انتقلوا جابوا هاد السيد هذا باش يديروا معاه البحث ويعرفوا منه شي حاجه اللي تفيد التحقيق. بالفعل هاد السيد هذا تعاون مع العناصر الامنيه، قال لهم ودي الحاج صاحبي الله يرحمه كان كيمشي عند ولد فلان. شكون هو ولد فلان؟ قال لهم ودي كيمشي عند ولد الفاطمي. شكون هو هذا الفاطمي هذا؟ قال لهم ودي هذا الفاطمي كان ساكن في مدينه ازرو وكان صديق ديال الحاج الله يرحمه، وفاش مات خلى واحد الولد صغير والزوجه ديالو، والزوجه ديالو كانت هزات الابن ديالها وهبطات لعند عائلتها لمدينه فاس تسكن معاهم باش فاش مات الزوج ديالها، وكان الحاج كان ديما كيتعاون معاهم كيهبط عندهم، وكان عاون الولد ديالها حتى شد الباك، ودابا راه عنده واحد المحل في مدينه فاس. قالوا له اش كيدير في هذا المحل؟ قال لهم ودي عنده واحد المحل كيبيع فيه هادشي ديال الثلاجات وهادشي ديال ماكينه الصابون في الحي الفلاني. هنا رجال الامن لقاو واحد المسلك من يدخلوا، قالوا له غادي تمشي معنا تورينا فين هو العنوان اللي كيسكن فيه هذا السيد هذا. بالفعل مشاو للعنوان عنده،
دقوا وخرج عندهم واحد الراجل قال لهم ودي شنو حب الخاطر؟ قالوا معك رجال الامن كنسولوا على فلانه. قالوا فلانه راه الاخت ديالي راه توفات شحال هادي. سولوه على الابن ديالها قالوا له فين هو الابن ديالها؟ قالوا ما ودي الابن ديالها راه عنده واحد المحل كيبيع فيه هادشي ديال الثلاجات في الحي الفلاني. عطاهم العنوان فين كاين هاد الولد هذا ديالها. انتقلوا عنده لقاو واحد الشاب تكون في العمر ديالو 18 سنه. فاش دخلوا عنده سولوه قالوا له فين هو مول المحل فلان؟ قالوا ما ودي راه مشى يصلي تسناو شي قسمين كاع ولا هذا راه غادي يجي من الصلاه. رجال الامن بقاو كيدوروا في داك المحل اللي كيبيعوا فيه الثلاجات وما شابه ذلك. هنا غادي يكتشفوا المفاجاه. غيلقاو واحد الربعه ديال ماكينه الصابون محيد لهم لومبالاج ديالهم، ما عندهمش الخناشي ديالهم. رجال الامن الوطني جاوا سولوا داك الشاب اللي بقى بالمحل قالوا ليه واش نتوما فاش كتبيعوا شي ثلاجه او كتبيعوا شي حاجه بحال هكا واش كتحيدوا لها هاد الخناشي وكتحيدوا لها الكراتن ديالها ولا كتبيعوها كما كنقولوا حنا كومبلي بكل شيء ديالها؟ قالوا لا سيدي كنبيعوها بكل شيء ديالها، كيديها مولها بكل شيء ديالها. رجال الامن بقاو كيزيدوا يقلبوا تما كحزوا واحد الكرتون ديال واحد التلفازه غادي يلقاو موراه واحد التريكو. داك التريكو كان مجموع بواحد الطريقه غريبه. هزوه فتحوه هنا غادي يلقاو فوسط منه واحد الجنويه من الحجم المتوسط ومعها واحد بحال المقده باش كيقطعوا اللحم كنسميوه حنا المزبره. خلاو داكشي هكاك وتسناو حتى جا هاد ولد الفاطمي هذا كان الاسم ديالو يوسف. جا المحل السلام عليكم السلام. سولوه قدموا له نفسهم سولوه قالوا له بغينا نسولوك انت فاش كتبيع الثلاجات او كتبيع كذا وكذا واش كتبيعهم بلومبالاج ديالهم بكلشي ولا كتحتفظ بداك الخناشي وداك الميكات؟ قالوا لا سيدي كنبيعو حنا كلشي كنبيعوه بلومبالاج ديالو بكلشي. قالوا ليه الا انت كتبيع هاد ماكينه الصابون كما كتقول وكتبيع هاد الثلاجات بلومبالاج ديالو علاش هاد الربعه د الماكينات بالضبط محيد لهم لومبالاج ديالهم؟ قال ما ودي شي كليان كيجي كيقلب كنحيدو له داك الميكات وداك الاخر باش كيقلب. قالوا له واه الا جا الكليان كيقلب ماكينه وحده لان نفس النوع أربعة ديال الماكينات نفس النوع علاش غادي تفتح له انت أربعة ديال الماكينات؟ فتح له وحدة يقلب فيها ويشوف. السيد بدا كيدخل ويخرج في الهضرة. جاو واجهوه قالوا له انت اش كدير بهاد المقدة هادي وبهاد الموسادة وملويهم هنا وحاطهم اش كدير بهم؟ هنا هاد السيد هذا ما لقاش باش يبرر الأسئلة ديال المحققين. سولوه قالوا ليه وفين هو الحاج أحمد؟ السيد هنا صافي ما لقاش باش يجاوب داك يصفر ويحمر وبقى ما لقاش باش يجاوبهم. قالوا ما سيدي انا اللي قتلت الحاج احمد. قالوا ليه علاش قتلتيه؟ خلال الاعترافات ديالو في المحضر الرسمي قالوا ما ودي هاد الحاج احمد من نهار اللي كان عقل وهو بحال الاب ديالي من نهار اللي توفى الاب ديالي هو اللي عاوني حتى شديت الباك وفاش شديت الباك وبقيت جالس هو اللي دار لي هذا المحل هذا وكان كيقول لي يا ودي انا درت لك هذا المحل بيع وشري وبدا ترد لي طريف طريف وكان كيجي مره كيدي الفلوس وشي مره كيقول لي لا ما عندك سير من بعد. داك النهار جا عندي هذه شي سيمانه جا عندي المحل قلت له ودي سير سبقني للدار جلس مع المراه على ما نجي انا ما شفت في الليل ونجي. قال له لا غيخليني معك هذه الليله غادي نبقى معك بغيتك شي امر مهم. قلت له مرحبا اذا كان شي امر مهم سحبني غادي يهضر لي على الفلوس او شي حاجه بحال هكا. صافي في العشيه غير دخلنا داك الشيء بقينا جالسين في المحل. مشى داك الدري اللي خدام معايا مشى بحالاتو قال لي ودي بغيت نقول لك واحد الهضره. قال له شنو هي هاد الهضره؟ مرحبا انا كنسمك الحاج. قال له ودي انت راك ولدي. قال له ما انا في الاول فهمت بانك يقول لي انت بحال الابن ديالي لانك يعاونني وما خلاني مخصوص حتى شي حاجه فاش كنت صغير ولكن في التالي اكتشف بانه كيهضر بالصح. قال لي انا راه الاب ديالك. قال له انا كانت عندي علاقه مع الام ديالك فاش كان الاب ديالك صاحبي. قال له ما انا ما تمالكتش الاعصاب ديالي ما عرفتش ما فهمت حتى شي حاجه وهنا قلت ليه نوض تمشي بحالاتك نوض بعد مني. هو قال له لا انا ما نبعدش منك انت الابن ديالي وانت راه من الصلب ديالي. قالوا ما انا ما تمالكش الاعصاب ديالي هزيت واحد الموس
وضربت له في العنق ديالو وضربت له في القلب، طاح مات. جريته لواحد الحمام وجبت واحد الموس وجبت ديك المقده وقطعته ودرته في داك الخداشي وخليت حتى ظلام الحال وهزيته في الطوموبيل ومشيت به واحد الكيلومتر ولحته. رجال الامن جاتهم قضيه غريبه، قالوا يمكن هذه شي حسابات تما، داروا له لاديين. فاش داروا لاديين كلقاو بالفعل هو الابن ديال داك الحاج اللي قتلو، هذاك اللي خسر الاب ديالو، كان عنده علاقه مع الام ديالو فاش كان صاحب بواه. هاد المجرم هذا غيتقدم للعداله وغادي يتحكم بعقوبه ديال الاعدام. متابعينا الكرام، القصه ديال اليوم سالت هنا. غير اللي بغيت نقول لكم بان القصص اللي كديروا حنا هما كنغيروا في الاسماء والاماكن تفاديا للخصوصيه ديال هاد الناس هادو، واي تشابه متابعينا الكرام في الاماكن او في الاسماء فهو من محض الصدفه ليس الا. متابعينا الكرام، اتمنى تكون القصه ديال اليوم نالت الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في قصه قادمه ان شاء الله، ودمتم في رعايه الله.